القناه الثالثه والمتخصصه. فدي جابت كده معانا في التت والشعبيات كده. تت يا بنت والشعبيات كده يا بنت. انا اصلي ببقى مرتاحه معاك، بحكي معاك بفضفض. ارتاحي بس ما تاخديش ال 30 حلقه كلها دراما. صباح الفل حبيبي. صباح الفل. شديد شديد. احنا مش ريست بقى ولا ايه؟ تموت انت في العاب القوة دي. طبعا نهار وليل وليل ونهار. الصبح يا خميس وماله؟ ريست على الصبح كده. ريست الصبح ده هو اللي هيظبط ريست بالليل. واحد. اتنين. تلاتة. الحقنا يا استاذ، البنت هتروح مننا. بنت بنت مين؟ سعاد مراتك. اه انت امها، ايه مالها؟ موتوسيكل سواق اعمى خبطها الصبح، وانا عماله ادور عليك من ساعتها لحد ما وصفوني هنا. منهم لله. يا خبطها ازاي وهي نازله من عندك؟ اه شفتها. ايه ايه ايه، إيه كملي طمنيني. وهي حبت عيني من ساعتها نايمه بتخرف. يعني الحمد لله ما ماتتش. اسمعي يا ست انتي، من الاخر كده، بنتك ورقتها مع المؤخر زمانهم في الطريق، واطلعوا بقى من نفوخي. ورقت ايه ومؤخر ايه اللي انت بتقوله ده؟ من الاخر كده، البيعه كده بالنسبه لكم ربحانه قوي، وسيبيني بقى عشان اخيرا هعرف انام. روح ربنا ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسمعوا عليك. وانت من اهله؟ ده راشق في الغرزه كل يوم الصبح بالليل. لوحده ولا متعود حد يبقى معاه؟ لا لوحده ايه، ده معاه كل الكلاب بتوعه، ومعاه المتر بدران اللي بيقعد يدافع عنه كل شويه، وملموم على بجاش المر البلطجي بتاع زمان اللي مترشح في المجلس. هو مش متجوز؟ اه متجوز، بس بيقولوا مراته دي عيانه. لكن عيانه عندها ايه بقى؟ ده اللي انا ما قدرتش اوصل له، لانه محرج على اي حد يهوب ناحيه بيته او حريمه. وعرفت ايه كمان يا واد يا ريس؟ هو ده اللي انا قدرت اوصل له يا ست الكل، لانه عامل زي الزبق ما بيهمدش. ده دوخني وراه السبع دخان. يكون حد حس بيك. حس بيا؟ انا لو كان حد حس بيا يا ست مطره كان زماني رحت في خبر كان. انت ما تعرفيش افندينا ده ورجالته عاملين ازاي. ماشي يا واد يا رزق، خد. كل ما هتجيب لي معلومات كل ما احلي لك بقك. ربنا يخليك يا ست الكل. يلا ربنا يخليك. ماشي يا شاطر، ابعت لك التريلات في الميعاد. سلام يا حبيبي. طلباتك اوردر واجب التنفيذ يا فندينا. ادي الاول يا بجاشي، ادي الاول. انما عدم المؤاخذه يعني في السؤال، انت من امتى ديك في سكه النسوان الحبله؟ توب علينا ربنا. مش سكت انا يا بجاشي، مش سكت انا حبيبي. امال سكه مين؟ سكه اللي ما يلوكش وما يسالش. خميس خميس خميس، انت هنا يا خميس. الله يخرب بيتك يا بدران، ادي يا سيدي اللي لا يلوك ولا يسال. المصيبه بتجري فيها. وراك ايه المره دي؟ لما دخت وراك يا خميس. انت اللي دوختني بمصايبك يا اخي، انا هتجنن. هو مين فينا المحامي بتاع مين؟ ماشي ماشي، انا بجد عايزك ضروري. ماشي اقعد، بس خد لك الله. مش ده عم زغلول؟ اه زغلول اللي قلنا ابو فتنة. يا عم زغلول. عم خميس. عم زغلول. خميس. مين؟ افندينا. يا عم زغلول. الف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا راجل يا طيب. الله يكرمك والله يا ابني، ليل نهار كنت بدعي لك في شدتك. صادق يا حبيبي صادق. أخبارك إيه؟ الحمد لله في خير، كلنا في خير والله. يستاهل الحمد. أنا بقى مش بخير. اقعد يا بدران. أخبار فتنة إيه؟ والحمد لله ربنا كرمنا اخر كرم، وفوتنا كبرت وبقت في المعهد، وده بفضل الله وفضل مساعدتك لينا يا ابني. بالرغم ايه، ساعدنا في وقت ضيقته. بسم الله ما شاء الله، كبرت يا فوتنا. ده انا قلت هاخدك بالحضن وتنططي على حجري زي زمان. مؤاخذه يا زغلول، بس الواحد فوجئ. زي اختك يا ابني. على كده الواحد غيبته طالت بقى. ألف بركة رجوعك بالسلامة يا معلم. الحمد لله الحمد لله. الظلم وحش يا مفوتنا، الظلم وحش أوي. إنما إيه الكتب دي كلها يا عم زغلول؟ دي أصلها أهي نوايا بتسند الزير. زير؟ آه زير إيه؟ وأنتوا لسه بتشربوا من الزير؟ ياه. وكل دي نوايا؟ الله يحفظك يا ابني. بص بقى، المعايش دلوقتي يا ابني بقت صعبة،
والنفس لسه عزيزه. فانا والبنت فوتنا فكرنا في حاجه حلوه قوي، هي بتقعد على الكمبيوتر طول الليل بتشوف المعلومات المهمه تديها لي ندبسها ونعملها في طبعه شعبيه ونبيعها بجنيه واحد للناس. اهم حاجه انها شعبيه. نعم انا ابتديت شعبي. هو ده الصح، احسن حاجه الشعبي ده. ايه يا فوتنا مش هتسمعينا صوتك بقى ولا ايه؟ مكسوفه؟ لا مش مكسوفه. امال ايه؟ فرحانه. اللهم صل على النبي. اشرب شايك لا يبرد يا معلم. بسم الله ما شاء الله. لا انا لازم امشي بقى عشان الاستاذ بدران المحامي مستنيني. انا قلت اعدي اسلم بس. تسلم من كل راضي يا ابني. يلا ما تنسناش يا ابني بعدي علينا. واجب. ضلنا فوتنا يا خاله. فوتنا؟ فوتنا فوتنا اللي كانت واقفه هنا، ولا دي مش فوتنا دي ولا ايه؟ لا فوتنا مزعل نفسك ليه؟ افوتنا افوتنا. تعال تعال خد يا فوتنا. احنا بقى ايه؟ علم بلدي وده سلوينا وعواد. خد. لا ما ينفعش، خيرك سابق يا ابني. ما تجيش منك انت عم زغلول، والله خيرك سابق. ملوش لزوم يا معلم. لو عايزه تكسف ايدي ما تمدش ايدك. انا هاخد ورقه واحده بس بشرط. شرطي زي ما انت عايزه يا استاذه. تكتب لي عليها للذكرى والقلم اهو. قلم. طب ما تكتبي لي انت. ماشي. ها يبقى احسن برضه. اكتبي اللي اقول لك عليه. يا رب ابعد عنك شر الناس وشوفك متعلمة وأحسن أستاذة في المنطقة، أحسن من الأستاذة فاطمة اللي ورا على الناصر. استنى 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 زوز. هو نكتب كل ده فين؟ الخميس. فوتنا توب علينا ربنا. تعالي وادي أحلى بصمة لأحلى حجر. الأحلى أحلى بنوتة. ربنا يحميك يا فوتنا. شرفت يا معلم. طيب السلام عليكم. نورتنا يا ابني بألف سلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا زعلان منك يا معلم هرم. ليه كفل الشر يا معلم نوح؟ في عيال من تحت إيدك بيلعبوا بدلهم من وراك في توزيع البضاعة. محدش من رجالتي يقدر يعمل كده يا معلم. عملوها يا معلم عملوها، وأنا ما أقولش كلام إلا إذا كنت متأكد منه، خصوصا رجالة لو كان الحوار ده هيلطنا كلنا. والمثل بيقول الميه بتكدب الغطاس. يلطنا ازاي يا معلم؟ ما تنورنا يا معلم نوح. رجالة المعلم بياخدوا بضاعتنا يهرسوها عشان يحلبوها، وده حرز يثبت كلامي. ده شريط من شغلنا رجالة صح؟ هو بعينه. تمام يا معلم. ماله بقى يا معلم؟ الشريط ده قبل وده شريط بعد. الاولاني ده شغلنا النظيف، التاني ده مكتوب عليه اسمنا صحيح بس مش شغلنا، شغل براني مضروب. رجالة المعلم بياخدوا الحباية بتاعتنا يهرسوها ويضيفوا عليها المضروب وبعدين يعبوها تاني ويبيعوها بنفس السعر. بعد ايه؟ بعد الشريط لما يعمل عشرة، واحنا بقى سمعتنا تتضرب في الحديد وهم يعدوا الالومنيوم. مش معنى رجالتنا، ليه ما يكونوش رجالة حد تاني؟ بالراحة يا معلم بالراحة، واحنا جايين نتخانق؟ لا احنا جايين نتفق وننور بعضينا يا رجالة، احنا كلنا في مركب واحد، لو غير يتحطوب بينا كلنا. انا هدعبس في الحكاية دي، ولو طلع حد من رجالتي ملطوط انا هحط رجالته تحت رجلين الكل. كده يبقى عداك العيب يا معلم. واحنا كده يبقى استبينا يا سيدي المعلمين. نشوف بقى حصتنا من الجديد. نشوف وربنا يهديم المعروف. امين يا رب. ما تشربوا الشاي يا رجال، ده حتى شغلنا ما بيحبش الا الشاي.
ايام ما بقاش فيها بركه، والناس ناس ما بقاش يا اخويا، نفوسهم بقت وحشه، الكل بقى بياكل في بعضه، وتلم العاطل على الباطل، وتلخبط الحابل بالنابل، دنيا بقت سلط على الاخر. انت جايبني عشان تفكني ولا عشان تنكد على اهلي؟ اتقل انت بس اتقل، دورك جاي ما تقلقش.